The next dua is dua yastashir. This dua is from Amir al-Mu'mineen, Hadrat Ali ibn Abi Talib alayhi salam, who learnt it from the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam advised him to recite it regularly, whether in prosperity or adversity. Allah subhanahu wa ta'ala showers His blessings and mercy upon the person who recites it. His needs are fulfilled and he is kept safe from hardships and misfortunes. It relieves pain of childbirth if it is recited before the expectant mother. And he who recites it before going to sleep, Allah subhanahu wa ta'ala sends 1,000 angels to pray for him until morning. Dua Yastashir, see page 78 to page 80, immediately after Dua Mashlul in Mafatihul Jinan. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين المدبر بلا وزير ولا خلق من عباده يستشير الأول غير موصوف والباقي بعد فناء الخلق العظيم الربوبية نور السماوات والأرضين وفاطرهما ومبتدعهما بغير عمد خلقهما وفتقهما فتقا فقامت السماوات طائعات بأمره واستقرت الأرضون بأوتادها فوق الماء ثم على ربنا في السماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فأنا أشهد بأنك أنت الله لا رافع لما وضعت ولا واضع لما رفعت ولا معز لمن أذللت ولا مذل لمن أعززت ولا مانع لمن أعطيت ولا معطي لما منعت وأنت الله لا إله إلا أنت كنت إذ لم تكن سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا شمس مضيئة ولا ليل مظلم ولا نهار مضيء ولا بحر نجي ولا جبل رأس ولا نجم سار ولا قمر منير ولا ريح تهب ولا سحاب يسكب ولا برق يلمع ولا رعد يسبح ولا روح تنفس ولا طائر يطير ولا نار تتوقد ولا ماء يطرد
كنت قبل كل شيء وكونت كل شيء وقدرت على كل شيء وابتدعت كل شيء وأغنيت وأفقرت ومت وأحييت وضحكت وأبكيت وعلى العرش استويت فتباركت يا الله وتعاليت أنت الله الذي لا إله إلا أنت الخلاق المعين أمرك غالب وعلمك نافذ وكيدك غريب ووعدك صادق وقولك حق وحكمك عدل وكلامك هدى ووحيك نور ورحمتك واسعة وعفوك عظيم وفضلك كثير وعطاؤك جزيل وحبلك متين وإمكانك عتيد وجارك عزيز وبأسك شديد ومكرك مكيد أنت يا رب موضع كل شكوى حاضر كل ملاي وشاهد كل نجوى منتهى كل حاجة مفرج كل حزن غنى كل مسكين حصن كل هارب أمان كل خائف حرز الضعفاء كنز الفقراء مفرج الغماء معين الصالحين ذلك الله ربنا لا إله إلا هو تكفي من عبادك من توكل عليك وأنت جار من لاد بك وتضرع إليك عصمة من اعتصم بك ناصر من انتصر بك تغفر الذنوب لمن استغفرك جبار الجبابرة عظيم العظماء كبير الكبراء سيد السادات مولى الموالي صريخ المستصرخين منفس عن المكروبين مجيب دعوة المضطرين أسمع السامعين أبصر الناظرين أحكم الحاكمين أسرع الحاسبين أرحم الراحمين خير الغافرين قاضي حوائج المؤمنين مغيث الصالحين أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين أنت الخالق وأنا المخلوق وأنت المالك وأنا المملوك وأنت الرب وأنا العبد وأنت الرازق وأنا المرزوق وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الجواد وأنا البخيل وأنت القوي وأنا
الضعيف وأنت العزيز وأنا الذليل وأنت الغني وأنا الفقير وأنت السيد وأنا العبد وأنت الغافر وأنا المسيء وأنت العالم وأنا الجاهل وأنت الحليم وأنا العجول وأنت الرحمن وأنا المرحوم وأنت المعافي وأنا المبتلى وأنت المجيب وأنا المضطر وأنا أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المعطي عبادك بلا سؤال وأشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد المتفرد الصمد الفرد وإليك المصير وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واغفر لي ذنوبي واستر علي عيوبي وافتح لي من لدنك رحمة ورزقا واسعا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد